ما شاء الله تبارك الله، ألف ألف مبروك، اللهم بارك. يلا يا ماما أنا جاي أحملك. لا ما تحمليه، رح يصير دلوع. البكاء بيعبر عن حاجة الطفل. الله يرحمها، أمي كانت تحكي لي ما بتتوسع رئة الولد إلا إذا بكى. منين بتجيبوا هالحكي؟ مش عارفة. العلم بيتطور يا خالتي، والحياة بتتغير، والأطفال بيعبروا عن احتياجاتهم بالبكاء. لما الطفل بيكون شبعان ونظيف، مش موجوع ولا ممغوص، ما بيبكي، ولما بيبكي بيكون محتاج للأمان من أمه وبده يتواصل مع اللي حواليه، وبيبكي فهو أكيد مش حاسس بالأمان، ومجرد ما حملته مها شعر بالأمان وسكت. والأغاني والترويدات اللي بنغنيها للأطفال موجودة من زمان، وهذا دليل إنه الطفل بيرتاح وبيحس بالأمان لما يسمع صوتنا. آه والله يا بنتي، أبوه ما كان يسكت إلا وأنا أغني له. هاتي يا مها، هاتي بحضني. يلا